يشبه الأوبيويد، والسيمباثومايماتيك بيشبه الأنتي كولينرجيك وبيشبه حاجات تانية كتير. فهنقول أوجه الشبه وأوجه الاختلاف والبوينتس اوف ديفرنشيشن. الأوبجكتيفز بتاعت المحاضرة بتاعتنا إن إحنا هنعمل ايدنتيفيكيشن للدراجز اللي بتعمل different causes toxidrome سواء sympathomimetic أو sympatholytic toxidrome. هنشوف الكلينيكال بيكتشرز بتاعت each toxidrome وإزاي أعمل differentiation between these toxidromes and other similar conditions، وأعمل management plan يعني outline management plan مش بالتفصيل ولا عايزين doses ولا أي حاجة إن شاء الله يبقى in brief. نتكلم طبعا انتوا في المحاضره اللي الصبح خدتوا يعني ايه ديفينيشن اوف توكسيدروم. انا هقوله تاني. ديفينيشن اوف توكسيدروم عباره عن كونستليشن اوف سيمبتومز اند ساينز ويتش كوز باي سيرتن جروبس اوف دراجز، يعني هو مجموعه من الساينز اند سيمبتومز لو شفتها على عيان مخ يجي على طول ان سيرتن جروبس اوف دراجز بتعملها، زي لو ما لقيت مثلا تاكيكارديا ومدريازس و دراينس اوف اول سكريشن اعرف على طول ان هو واخد حاجه انتي كولينرجي، او عنده هايبوتنشن وهايبوثيرميا وبراديكارديا وريسبيراتوري ديبرشن وعنده مايوزس، اعرف اول حاجه اعرفها ان هو واخد اوبيويد وممكن تتلخبط مع حاجات ثانيه. يجي بقى سيمباثومايماتيك توكسيدروم اللي طبعا انتوا فاكرين من الفيسيولوجي اللي قال لك اللي هي الفايت وفرايت ريسبونس، اي دراج بيعمل اكسسيف ريليس للسمباثو اكسسيف ريليس للكاتيكولامينز وبيعمل سمباثيك سي ان اس ستيميليشن وسمباثيك اكتيفيتي، ده بنسميه سمباثوميماتيك توكسيدروم اللي هو زي الفير والفرايت ريسبونس. يعني ايه الفير والفرايت ريسبونس؟ يعني انت لا الشعور اللي انت بتحس بيه لو شفت حاجه بتخوفك، مثلا لو طلع لك اسد او انت داخل امتحان هتحس بايه؟ بتحس دايما بان قلبك بيبقى فيه بتدي الريسبيريشن بتاعك تنهج، يبقى عندك سويت، بتحس بريفرال كوردنس، ده اللي هي الحاجات اللي بتحسوها لما انت خايف او في ستيت اوف انكزايتي او بتبقى مثلا بتتخانق. طيب ايه الدراجز اللي ممكن تعمل لي الكلام ده؟ في اللي بنسميها سي ان اس ستيمولان دراج، دول كتير قوي وعلى راسها من الكوكين والانفيتامين. الكوكين والانفيتامين، والانفيتامين ده ليه ديريفاتيفز كتير. الكوكين ده احنا هنقول الكوكين والانفيتامين كانزامبل للسيمباثوماتيك توكسيدروم لان هما الاثنين بيعملوا تقريبا ذا سيم كلينيكال بيكتشر وهنقول الفرق بينهم. في بقى دراجز كتيره من جايه من الامفيتامين، صنعوها من الامفيتامين بنسميها الامفيتامين دريفاتيفز. مثلا في عندنا اللي هو الميت امفيتامين او اسمه الايس اللي هو الكريستال ماث، وده دراج اوف ابيوز، ده ملوش اني ثيرابيوتيك يوزز. انما الامفيتامين نفسه في الليفو والدكسترو امفيتامين ليه يوزز ثيرابيوتيك يوزز وهنقولها. الكوكين ملوش اي ثيرابيوتيك يوزز غير ان هو الديريفاتيفز بتاعته. الاكستاسي ده ديريفاتيف من الامفيتامين وده بنسميه كلاب دراج، وده اللي يستخدموه ياخدوه في الكلابز او في الحفلات عشان يعمل لهم ستيميوليشن. معظم الحفلات اللي انتم بتشوفوها اللي هم اللي بيجيبوا فيها الميتالز والحاجات دي او في الكلابز بياخدوا اكسس. الادرال برضو ده لي ده برضو من الامفيتامين ديريفاتيفز، والمودافينيل ده لي سي ان اس ستيمولانت وليه ده لي ثيرابيوتيك يوزز. الميثايل فينيليت كان التريد نيم بتاعه ريتالين، هو مش موجود دلوقتي دخل جدول. الميثكافينون ده الاكتف برنسبل بتاع الكات وده لا سي ان اس ستيمولانت اكتيفيتي. الافيدرين ده اوف بلانت اوريجن وعارفين ان هو ليه ثيرابيوتيك يوزز، بنستخدمه في الانافيلاكس شوك وكده. وفي بقى الميثايل زانسين، الميثايل زانسين زي الثيوفيلين والكافيين والفيبرومين اللي هم موجودين في الشاي والقهوه. الكافيين ده برضو بيبقى مع الباراسيتامول هناخده في اللي هو الاوفر ذا كاونتر دراجز او الالرجيزك انتي بايريتكس مع الكافيين اللي هو البنادول اكسترا اللي هو لونه احمر.
الثيوفيلين ده ليه ثيرابيوتيك يوزس، اللي هو الامينوفيلين واللي هو الكبرون، وده بيستخدموا فيه حالات البرونكيال ازمه. الثيوبرومين ده ملوش اي دعوه، بس اكتف برنسبل، بس مش باورفول زي الثيوفيلين والكافيين ودول اوف بلانت كوش. ماشي كده، ده بالنسبه للدراجز. وهنتكلم على الامفيتامين والكوكين. الامفيتامين دي ثيرابيوتيك يوزز، اللي هو بيستخدموه في العيال اللي عندهم اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، حبوب اسمها الدكسدرين، وفي كمان اللي هو او بيستخدموه المدافعين برضه. الناركوليبسي ده بقى نوع انواع من البيتومار ابيليبسي، ناركوليبسي بيستخدموا الامفيتامين فيه، وفي كمان عشان معظم او كل اللي بيعملوا سي ان اس ستيمولانت افكت ليهم انوركسوجينيك افكت، يعني بيسدوا النفس، فبيستخدموهم شورت تيرم في حالات الويت ريدكشن. دي الفورمز بتاعت الامفيتامين، ممكن موجود ذا فورم اوف باودر كده، والباودر دي بيبقى دايبوها في ميه وياخدوها انترافينس، كانوا يسموها الحقن الماكس. اللي موجود في صورة ايس ده اللي هو عامل زي التلج ده، اللي هو بنسميه ميث امفيتامين او بنسميه الكريستال ميث، وده بيبقى سموك. وممكن الامفيتامين موجود في صورة حبوب زي اللي هي الكابتاجول، ده بقى يعني دراج برضو داخل جدول والليجن. طيب الكوكين بقى، الاول فرق بينه وبين الامفيتامين ان هو الكوكين اوف بلانت اورجن، الكوكين جاي من نبته من بلانت، مش زيه زي الامفيتامين ده سينثيتك دراج. النبته اسمها اريثروزايلم كوكا، واشهر بلد كانت اللي هي بتزرعها اللي هو الكوكين اللي هو كولومبيا، كان اشهر تاجر مخدرات بتاع كوكين اللي هو بابلو اسكوبار. الكوكين ده ليه تو فورمز، في حاجه اسمها الكوكين هيدروكلورايد، وده بيبقى سوليبل ان ووتر وممكن يتشم يتاخد باي سنيفنج، والرش بيسميها حاجه اسمها كوكين رش، ديت بتحصل بعد 3 ل 5 مينت. لو تاخد انتروفينس ده بيبقى ودين 15 سكند انتروفينس. في كمان لقوا نوع تاني عشان عايزين يبقى سموك، اللي هو السموك الكوكين بنسميه الكراك او الشانك او الروكس، ده عبارة عن كوكين في البيز بيبقى هيت ستيبل، ما بيتكسرش بالهيت، عشان كده بيحصل بيشربوه زي بيبقى سموك. انما اللي هو الكوكين هيدروكلورايد ده هيت لبايل بيدسترويد باي هيت، ما ينفعش يتاخد، ما ينفعش يشربوه يعني يعملوا له سموكينج، يدخنوه يعني. الميثودز اوف كونسامشن بتاع الكوكين وبتاع الامفيتامين الاثنين تقريبا زي بعض، اما بيبقى سموكد، السموكد في الكوكين اللي هو الكراك، والامفيتامين اللي هو الايس اللي هو الايس امفيتامين او الميت امفيتامين، يا اما بيحطوه في الووتر ويدايبوه، يا اما ياخدوه انترافينس انجكتد، سواء بقى انجكتد انترافينس سبتينيس انترافينس اي حاجه بايه بارنتر، او بيشموه سنورتنج كده زي ايه زي ما بيشموا الايه الهيروين. ممكن يخلطوا الكوكين مع الهيروين عشان يعملوا حاجه اسمها الايه السبيد بول وياخدوها انترافينس. ده من ميثودز من الحاجات اللي هي بتبقى بتوع الدراج يوزرز بيستخدموها. طيب بيشتغلوا ازاي بقى الكوكين والامفيتامين او اي حاجه من السي ان اس ستيمولانتات؟ هم كلهم عشان احنا قلنا بيعملوا sympathetic over stimulation، فبيحسب له excessive release of catecholamines، فهي stimulate the release of catecholamines من synaptic endings، in addition ان هو بيعمل blocking لل presynaptic reuptake of catecholamines. في نفس الوقت بيطلع مع الكاتيكولامينز الدوبامين والسيروتونين، السيروتونين هم دول هرمونات السعاده لو بيعملوا ايفوريا، عشان كده هم drug of abuse فبيخلوهم يحسوا بايفوريا. الامفيتامين بيعمل حاجه اديشنال عن الكوكين، ان هو بيعمل مونو امين اوكسيديز انهبيتور. الكوكين بقى هنعرف ان هو ليه سبيشال افكت على الكاردياك ماسل، وهنقولها واحنا بنايه بنتكلم على التوكسيستي. دي حاله ريبريزنتيف ممكن لحاله دي في الاستقبال او في الامرجنسي او تيجي في البويزن سنتر، واحده او واحد عنده. نعم excuse me doctor. نعم تفضلي.
Can you explain in English and Arabic both? There are some students who don't understand Arabic. Okay, thank you. Okay. This is a representative case study for a patient may come to you at the emergency department or in poison center. Okay, she actually acting bizarrely, agitated, screaming. You cannot take from her a history, and you measure the vital signs for her. Temperature is low, grade elevated. Heart rate is elevated, blood pressure is elevated, and oxygen saturation is normal. She has a dilated pupils, sweaty, and no obvious needle trace. The first point to diagnose this case is sympathomimetic overactivity, or when she is had drug users taking sympathomimetic or CNS stimulant like amphetamine or cocaine. Okay, so sympathomimetic toxic syndrome. Example بيعمل what is called match, causing matches for what this is a mnemonic for toxic syndrome, not sympathomimetic toxic syndrome, which caused by cocaine and amphetamine and its derivatives or any CNS stimulant. What is a match stand for? يعني match ده بيبقى ايه بنحفظه ازاي؟ M for medriasis. Medriasis is reactive medriasis, white dilated reactive pupils. A for anxiety, alertness, agitation. And this is for CNS effect. Other on the heart or cardiovascular, arrhythmia and angina have chest pain. Angina stands for chest pain, come for chest pain, especially in cocaine users. Okay? Cardiovascular effect and on the respiratory, can you feel tachycardia? So, tachycardia may cause tachycardia or tachyarrhythmias. Tachypnea increase the respiratory rate, peripheral tremors, okay, T4 tremors. Okay? Anything which cause CNS stimulant continuous ending into collapse. So he may came in a collapsed form in the stage of collapse in coma and cardiovascular collapse. C stands for coma and cardiovascular collapse. H4 increased blood pressure, hyperthermia, hyperreflexia. So sympathomimetic toxic syndrome, most of the drugs causes hypertension, hyperthermia, hyperreflexia, except hypertension will talk about it in the theophylline toxicity. Okay, this is for H. S for sweating and seizures or convulsions, and causes psychosis. Excessive stimulation causes toxic psychosis, hallucination, and delusions. This is a mnemonic stand for sympathomimetic toxic syndrome. In addition, effect on GIT, he causes increased bowel sounds. No inhibition, little bowel sounds, no urine retention. In order to differentiate between an anticholinergic toxic syndrome and sympathomimetic toxic syndrome. Okay. In addition, cocaine sniffing or users who sniffs cocaine, they will present to have nasal congestion and may have perforated nasal septum because cocaine causes vasoconstriction. اللي بيفهموا اللي فاهمين اللي بيفهم اللي بيتكلموا عربي فاهمين ولا فاهمين حاجة يا دكتورة ولا كلمة. لا يا دكتورة صراحة مش فاهمين حاجة. طيب أعيد تاني. هم اللي بيتكلموا انجليش حوالي اثنين يعني بيأثروا على 50 طيب ماشي أنا هقول بقى الترجمة اللي أنا قلتها. السيمباثومايماتيك توكس سيندروم بيجي بنومك عشان تحفظوها وتذاكروها منومك اسمها ماتش انا هرجع بالسلايد اوكي اللي هي ماتش الماتش ديت يعني ايه ام فور مدريازيس يبقى عنده دايليتد بيوبل يبقى البيوبلز بتاعته واسعه ورياكتيف تو لايت الايه عشان احفظ بيعمل سي ان اس ستيميليشن فيعمل ايه انكريز الابنس
بيعمل anxiety يبقى عنده اضطراب، بيعمل agitation يبقى عنده حالة هياج، اوكي. وممكن كمان يعمل انسوميا اللي هو ما بينامش بالليل، عشان كده العيال اللي بيذاكروا ما تاخدوش الامفيتامين بيسهر حاجات، كل سين ناس استيميشن بياخدوه ايام المذاكره والامتحانات عشان يقعد يذاكر. بيعمل ايه بقى على الكارديوفاسكولار؟ بيعمل اريزميا. اريزميا يعني اما تاكي كارديا يبقى ريجولر، يعني بيبقى حس ضربات قلب وسريع ريجولر، او يعمل يخش في الريجولر تاكي كارد. بيعمل تشيست بين. تشيست بين يبقى يجي يقول لك اللي هي الانجينا، عشان وده خصوصا في الناس اللي بيتعوزن بالكوكين، وهنقول الميكانيزم بتاعه. التي عشان تحفظ انه بيعمل تاكي كارديا، يعمل تاكيبنيا بانكريز في الريسبيراتوري ريت، بيعمل تريمورز، يعمل خلي الاطراف مرتعشه، ها دي بترتعش بترتجف. السي ديت احنا اي حاجه بتعمل ستيميليشن كونتينوس ستيميليشن بتبقى فولد باي ديبريشن، فيجي لك ممكن يجي لك في ستيت اوف كوما وعنده كارديوفاسكولار كولابس، يعني هايبوتنشن وبراديكارديا وبيبقى وريسبيراتوري ديبريشن. بعد كده ايه الاتش؟ الاتش عشان هو احنا قلنا سيمباثومايماتيك ستيميليشن، فبيزود الضغط هو الهايبرتنشن، يزود درجه الحراره، يعمل هايبرثيرميا، بيعمل هايبر ريفلكس، يبقى كل الريفلكسز اكزاجيريتد. وعلى فكره خلي بالك الهايبرثيرميا ممكن يموت منها. الاس فور سويتنج، يعني هو ما بيعملش ديبريشن للسكريشن، بلاقيه مبلول، بيعرق مبلول، وعنده ممكن يخش الكونفالجنز اللي هي السيجرز، او يخش جاي في حاله ديلوجن وهالوسينيشنز، حاله هلوسه. زائد كمان يبقى احنا كده خلصنا ان هو ايه الماتش، ان هو كان داخل كانه داخل ماتش، اوكي ماتش ماتش ماتش، احفظها بماتش. ان السيمباثومايماتيك توكسيدروم ما بيلش انهيبيشن للجاستريك جاسترو انتستاينال موفمنت، بيعمل انكريز باول ساوند، يبقى عايز يخش الحمام. اوكي. زائد ان في الناس اللي هم بيشموا كوكايين، او الناس اللي بتشم عامه سواء كوكايين او ميث انفيتامين، لان الميث انفيتامين ده بيتشم او بيتشرب في سجاير، يعني عندهم نيزل ستافنس او نيزل كونجشن، وبيبقى عندهم رايموريا يعني بينف على طول، وممكن يحصل لهم بيرفوريتد نيزل سيبتم زي الجار اللي انت عندكم في المتحف، اللي هو في بيربوريتد نيزل سيستم، من عشان هو بيعمل فازو كونستريكشن. اذر بقى بافكت بتاع الامفيتامين اند الكوكين بوث كوزز رينال فيلير اند هيباتوسيلولار دامج. الرينال فيلير، رينال فيلير مي بي ديو تو الفازو كونستريك اوف الفيسلز، فبيعمل decreased outflow to the kidney، أو من لو ده جالي في شوك ويعمل هايبوكسيميا. In addition أو بالإضافة بيعمل الاثنين، بيعملوا حاجة اسمها rhabdomyolysis. يعني إيه rhabdomyolysis؟ rhabdomyolysis destruction للميوجلوبين بتاعة المفصل من الهايبرثيرميا. Any substance causes hyperthermia تعمل destruction لل المسلز، بتعمل رابدومايولايسز، بتخلي الهيموجلوبين يطلع في السيركيليشن، يبقى ريليس الهيموجلوبين انتو ذا سيركيليشن، جو تو ذا رينال تبيولز، تعمل اكيوت تيبولار نيكروزس. يبقى بوث الانفيتامين والكوكين يعملوا اكيوت رينال فيلير، اوكي. او ممكن يعمل هيباتو توكسيستي، يعمل هيباتيك دامج في الكرونيك ابيوزرز، سواء في الاكيوت والكرونيك. الميكانيزم ان الهيباتوسيلولار برضه بيبقى من الهايبوتنشن او فازو كونستريكشن، او من الكونتامينانتس اللي بتبقى موجوده في الحاجات اللي هم يبقى ابيوز. ان اديشن الكوكين نفسه الكوكين اور ذا كوكين ات سيلف ميتابولايز في الكرونيك ابيوزرز انتو مور توكسيك سبستانس بروديوس هيباتوتوكسيستي. يبقى ديس ايه دي الحاجات اللي ديس الكومن اند الفرق بين الكوكين وبين الامفيتامين.
طيب الكوكين زيادة بقى إنه هو ليه كارد توكسيك إفكت، يعمل إيه بقى الكوكين كارد توكسيك إفكت؟ الكوكين ليه صوديوم بوتاسيوم أو صوديوم شانل بلوكينج إفكت، عشان كده ليه لوكال أناثيتيك إفكت. فممكن الكوكين ريفاتيفز اللي هم الليدوكين والنوفوكين والحاجات دي بيستخدموهم كلوكال أناثيتيك. كمان في الليدوكين أو الليدوكين بيستخدموه كأنتي أريزميك كلاس 1 بي أنتي أريزميك دراجز. ده بالنسبة للدريفاتيفز مش الكوكين نفسه، ده كوكين إتسلف. فبيعملوا صوديوم شانل بلوكينج افكت، فبيعمل وايدنج للكيو ار اس كومبلكس في الهارت، بيعمل فنتريكولار اريدمس، بيعمل اكسلريت الكرونيك ابيوزرز، بيعمل اكسلريتد ايه اثيروسكليروزس، بينهانس الاثيروسكليروزس، بينهانس البلاتلت اجريجيشن اول اوف ذم، بيعملوا ثرومبوزس، فممكن يعمل مايوكارديال انفاركشن. كمان هو اصلا بازو بيعمل بازو سبازم، وبيعمل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي ويت تايم، وبيزود الميوكارديال اوكسجين كونسامشن ديماندز، فبيعمل ايه كلها اول اوف ذيس فاكتورز او كل الحاجات ديت بتؤدي الى انجينا واكيوت مايوكارديال انفاركشن في العيال اللي هم بيبقى كوكين يوزرز وتلاقيهم سنهم صغير ويجي لك في الاستقبال يحصل له مايوكارديال انفاركشن. لازم تبقى ده داخل اللي هو في الديفرنشال دياجنوستس. اوكي نرجع بقى للكيس استادي. لو حد جالك، ممكن في حد يجي بنفس ال ايوه في حد كان بيسال سؤال، انتوا فاهمين دلوقتي؟ ماشي. لو حد جالك بالمنظر اللي احنا قلناه، اللي هي الحاله اللي احنا درسناها، اللي احنا قلنا انا قلتها اكزامبل، اول حاجه هتفكر فيها ان هي سيمباثوميماتيك توكسيدروم. طيب هل في ديفرنشال دياجنوزس؟ طبعا لازم يبقى في حاجات بتبقى ديفرنشال دياجنوزس. افرق السيمباثوميماتيك توكسيدرومز مع اذر سيميلر توكسيدرومز زي الانتيكولينرجيك توكسيدروم، السيروتونين والنيوروليبتيك ماليجندروم. بيتلخبط بكام الناس اللي هم الكرونيك الكوليكس، الكرونيك الكوليكس اللي هم بيشربوا خمره كتير او اللي هم دايما مدمنين على الخمره، لما بيبطلوها سادن يحصل لهم الالكول ويدرول سيمتومز، فبيشبه كتير سيمباثوميماتيك توكسيدروم بيكوز بيبقى فيه اكسسيف ريليس للكاتيكولامين، زيه زي السيداتيف هيبنوتيك ودرول، هما الناس اللي برضه بيبقوا ديبندنت على السيداتيف هيبنوتكس. في ناس في ميديكال كونديشن بقى ممكن تجيلي اللي هي الثايرويد ستورم والهايبر ثايرويديزم. انتوا عارفين ان الثايرويد اكسسيف ريليس لل تي 3 وتي 4 والهايبر ثايرويديزم يعمل لي سيمباثوميماتيك اكتيفيتي. الناس ان اذرز من البانيك ديس اوردرز اللي هم عندهم سايكاتريك ديس اوردرز وجايين في بانيك اتاك او جايين في الامرجنسي ديبارتمنت عندهم حاله حياد او حاله اجيتيشن، فممكن لازم ات از امبورتنت تو ديفرنشيت بتوين سيمباثوميماتيك توكسيدروم واذر سيميلر ميديكال كونديشن. اوكي طيب ايه الفرق بين السيمباثوميماتيك والانتيكولينرجيك توكسيدروم؟ في فروقات. هما الاثنين زي ما انتم خدتوا مع الدكتور عبلة قبل كده، هما الاثنين بيعملوا سي ان اس استيميشن، بيعملوا اجيتيشن والترد منتال ستاتس، وممكن في الاخر يدخلوا يعملوا هالوسينيشن ويعملوا سايكوزيس وبيعملوا دايليتد بيوبلز. افرض انت مش عارف تفرق ان ده رياكتيف بيبل ولا نون رياكتيف بيبل، في بوينت اوف ديفرنشيشن مهمه. اول حاجه السكين في الانتيكولينرجيك بيبقى دراي وريد، السيمباثوميماتيك بيبقى ويت سكين، يعني ما فيش تعب، انت ما عرفتش شوف تحت اللي هو الاندر ارم او الاندر بيت، ها يبقى ويت اندر بيت. اوكي اسمع الباول ساوندز في الانتيكولينرجيك، الباول ساوندز بيبقى هايبو اكتف، مفيش باول ساوندز مسموعه لانه هو بيعمل له ايه كونستيبيشن، لما بيقللوا من بيعملوا سموث ماس ريلاكسيشن ويعملوا كونتراكشن للسكيلز. انما في السيمباثوميماتيك بيبقى الماسل انا سامع الباول ساوندز، يعني I hear about sounds، ببقى سامع زغوله، يبقى ما ايه ما هوش سم، ما هوش انتيكولينرجيك.
اهم حاجه بقى، ها لو انت ما عرفتش بقى الانتي كولينرجيك توكسيدروم بيعمل يورينري ريتنشن، وبيعمل لو حسيت البلادر احسها ان هي فول بلادر ممكن توصل لحد الامبلايكس. اوكي، يبقى فول بلادر ريتش تو ذا امبلايكس. انما سيمبتوميماتيك ما فيش بالبابول بلادر، ما بيعملش يورينري ريتنشن. اوكي، يبقى ده اول حاجه. ثاني حاجه السيمباثوميماتيك توكسيدروم من اذر بقى، في عندكم في حاجه اسمها السيروتونين توكسيدروم والنيوروليبتيك مالجنان سيندروم. النيوروليبتيك مالجنان سيندروم ده بيعمله مين؟ بتعمله الانتي سايكوتكس اللي هو الانتي سايكوتيك دراجز، ومين اللي هي الفيرست كلاس او الفيرست جينيريشن اللي هو زي الكلوبرومازين والبرومازين والحاجات ديت، بيعملوا نيوروليبتيك مالجنان سيندروم برضه، بيعملوا CNS stimulation تاكيكارديا وهايبرتنشن وهايبرثيرميا، وتلاقي عنده دايفوريسيس. طب انا مش عارف ان ده نيوروليبتيك ولا سيمباثوميماتيك، افرق ان النيوروليبتيك مالجنال سيندروم بيعمل بايب ليت بايب ريجيديتي، كوزس ليت بايب ريجيديتي، بيعمل ريجيديتي في المسل عامله زي ماسوره الايه الحديد لما تتنيها تبقى في ريزيستنس اول واي ثرو وين يو فلكس ات. اوكي، البيوبلز في نيوروماسكولار ماجنال سيندروم بيبقى نورمال ما بيبقاش مدرييزيس. اوكي، الريفلكسز بتبقى هايبر ريفلكس. طيب في بقى معظم الدراجز اللي بتعمل سيمباثوماتيك توكسيدروم ممكن تعمل لي حاجه اسمها يدخله في حاجه اسمها سيروتونين توكسيدروم، والسيروتونين ده عشان اكسسيف ريليس للسيروتونين. طب السيروتونين هما الاثنين بيعملوا زي بعض بالظبط، بس فرق حاجه بسيطه ان السيروتونين ده بيعمل حاجه اسمها كلونس، كلونس سواء في الاي او في اللور ليمز. الكلونس ده بشوفه ازاي؟ لما بعمل فلكشن لرجله، ها، او دورسي فلكشن للفوت بتاعته، الاقي رجليه رايحه جايه، ده اسمها كلونس. ابص على عينه الاقي عينه رايحه جايه، مش ركزه في الاي بول، يعني في كونتينوس موفمنت للاي، ده اسمه كلونس. يبقى ده السيروتونين توكسيدروم اللي بيعمله معظم الحاجات اللي بتعمل سيمباثوميماتيك توكسيدروم. انا حاطه لينكات على اليوتيوب والحاجات ديت عشان تتفرجوا على الكلونس والسيروتونين توكسيدروم. انا ما عرفتش اعمل لها شير على الباوربوينت. اوكي، طيب افرض واحد جاي لك in this situation، how to treat او how to manage. انا خلاص انا diagnosed ان this is a sympathomimetic toxidrome، someone جاي in the ER جاي لي في الاستقبال وفي حالة هياج وستيلو البالس وبلاد بريشر وعنده هايبرثيرمي، اعمل ايه؟ العلاج السحري ذا تريتمنت انه بيعالج كل حاجه اللي هو مين؟ البنزودازبين. ادي له حقنه فاليوم او دورمكن، هيعمل له ايه؟ هيعمل له لو عنده سيجرز هيعالجها، عنده اجيتيشن هيهدي، لو عنده تاكيكارديا هيروح التاكيكارديا، الهايبرتنشن هيعالجه. افرض الهايبرتنشن ما تعالجش او ما نزلش لانه كله هيعمل سيديشن، هيعمل سيمباثيتك داون ريجوليشن البنزودايزبين. اف الهايبرتنشن ما تعالجش بالبنزودايزبين ابتدي اديله فازودايليتور، يا اما دايركت فازودايليتور اللي هو زي النيتروجليسرين، او اديله اللي هو الالفا بلوكر اللي هو الفينتولامين. خلي بالك او تيك كير دو نوت جيف بيتا بلوكرز. واي؟ لان ممكن اسيب الان اوبوز الفا ريسبتور شغاله تبقى انكريس او مورسن الهايبر تنشن اللي عنده. اوكي، يبقى واي يو شودنت جيف بيتا بلوكرز، لان البيتا بلوكرز هتبلوك البيتا ريسبتور سواء بيتا 1 ولا بيتا 2 فيسيب، وانا عندي اكسسيف ريليس كاتيكولامينز فتشتغل على الالفا ريسبتورز تعمل لي مورسنج الهايبر تنشن. طبعا لو جالي في ستيج اوف ديبرشن الهايبوتنشن هديله انترافينس فلويد، هديله فازوبريسور، اعمل له سبورت للاي بي سي بتاعته. طيب لو الكوكين انديوس انفاركشن اديله بقى الليدوكين. الليدوكين ده انتي اريثميك، مع انه هو الكوكين هو اللي عامل البتاع، بس الليدوكين ده الدراج اوف تشويس في الفنتريكولار اريثميز. اوكي،
يبقى ده الامفيتامين والكوكين البوينت اوف سيميلاريتي والبوينت اوف ديفرنشيشن. وديك بقيه الايه التريتمنت. دكتور نعم دكتور، يعني هيك البنزودايازيبين هو الانتيدوت؟ لا يا حبيبتي، هو مش انتيدوت، واصلا انا سميت دواء سحري. هو ممكن نعتبره فيسيولوجيكال انتيدوت، اوكي؟ يعني هو بياكت على سيمي بيريفرس السيمتومز، انما ما هواش بياكت على سيمتومز، ما هواش كومبيتيتيف، ما هو ما لهمش سبيسيفيك انتيدوت. بس هو البنزودايازيبين ده بيعالج حاجات كتير او بيريديوس حاجات كتير، لان ممكن في بعض الحالات الفاليوم ما ينفعش، ما مش نافع، فما ينفعش، لان الانتيدوت يعني ايه؟ يعني هو بيريفرس السيمتومز على طول، فهمتي؟ او بيعالج السيمتومز على طول، انما الفاليوم ممكن ما ينفعش. فممكن اديله حاجه من اللي هو الانتي سايكوتكس، اديله هاليبوريدول او كده او كلوربرومازين، ماشي؟ لان كمان ما بيعالج الهايبرثيرميا، ما بيعالجش الهايبرثيرميا، البنزودايازبين ملوش افكت على الهايبرثيرميا، اوكي؟ يعني هو مش ريفرس الاول ذا سيمتومز، هو بيريفرس، ممكن يعالج الكونفالجنز، ممكن يعالج التاكي كارديا، بس ممكن ما يبقاش ليه افكت على الهايبرتنشن ولا عليه افكت على الهايبرثيرمي، ماشي؟ تمام، شكرا يا دكتور. وضحت كده؟ ايه وضحت. طيب اوكي، طيب ده بالنسبه لمين؟ الامفيتامين والكوكين الاثنين شبه بعض، بس في point of differentiation أعرف. طب هينفع في ممكن أعمل لهم dialysis diuresis أو extra corporeal removal؟ هو كان زمان بيعملوا مع الأمفيتامين، لأن هو basic drug بيعملوا له forced acid diuresis، بس forced acid diuresis بقى بيعمل complications ويعمل الكترولايت امبالانس، فما بنستخدموش. الكوكين ما عندي لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن وهاي بروتين بايندينج، ما ينفعش نعمل له دياليسيس ولا هيمو بيرفيوجن ولا اي حاجه، اوكي؟ نيجي بقى للدواء اليونيك اللي هو البرونكو دايليتورز، اللي هو الثيوفيلين. الثيوفيلين ممكن موجود بامبولات، ها، اسمها امينوفيلين، او سلو ريليز تابلتس، او اللي اسمه كوبرول، اوكي؟ ده بيستخدموه في البرونكيال، الناس الكرونيك اللي عندهم برونكيال ازمه اللي هو الازماتيك، والناس اند بيبل عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. اكتر ناس معرضين للثيوفيلين توكسيستي الاطفال، لانه دايما الازمه دي موجوده في الاطفال، وممكن يحصل ميسكالكوليشن. الفارماكولوجيكال افكت اوف الثيوفيلين، الثيوفيلين عنده سموز ماسل لاكسنت افكت، بيعمل فازو دايلاتيشن، عشان كده it is used for برونكو دايلاتيشن، يعني for relief of bronchospasm، يعمل برونكو دايلاتيشن، and بيعمل peripheral فازو دايلاتيشن. peripheral فازو دايلاتيشن يعمل لي hypotension وبيزود الرينال دايرس، يعمل رينال دايرسيس، زاد ان هو ان اديشن بيعمل سي ان اس ستيمولانت افكت، وبلي كمان بروموت الجاستريك سيكريشن، فبيعمل سيفير جاستريت، بيعمل سيفير فوميتنج في الاكيوت توكسيست. هنشوفها بيشتغل ازاي بقى الثيوفيلين ده. ميكانيزم اوف توكسيستي بيعمل ثلاث حاجات، بيستيمولييت السي ان اس ثرو ثلاثه ميكانيزم، بيزود الريليس، هو اصلا it is direct stimulant للإندوجينوس كاتيكولامينز، يعني بيعمل direct stimulation للكاتيكولامينز. نمرة اثنين بيعمل inhibition او يعمل antagonize لريسبتورز اسمها الادينوسين ريسبتورز. الادينوسين ريسبتورز دول موجودين في الهارت وموجودين في السموث ماسلز، خصوصا السموث ماسلز بتاعت البرونكاي، وهنقول الافكت بتاعهم. بيعمل inhibition لانزيم اسمه فوسفو دايستريز انزيم. طيب هنتكلم على كل واحد. لما بيعمل اكسسيف ريليس اندوجينس كاتيكولامينز، فبيعمل ايه؟ كاردياك وسي ان اس سيمبتومز او ستيميليشن.
نمرة اتنين اللي هو بيعمل، احنا قلنا بيبقى ادينوسين انتاجونست. الادينوسين ده احنا قلنا ريسبتورز موجودة في البرونكال سموز ماسلز، فبيعمل برونكو دايلاتيشن في الثيرابيوتيك دوز، وهو موجود كمان لما بعمل انتاجونيزم للادينوسين فبيخرج الادرينالين او النور ابينفرين، فالنور ابينفرين هيعمل سينات ستيمولاشن. اوكي كمان هيبقى افكت على الهارت، هيعمل تاكيكارديا. اوكي يبقى ده بالنسبه للادينوسين انتاجونيزم. الثالث حاجه بيعملها بيعمل انهيبيشن لانزيم اسمه الفوسفودايستريز انزيم. عارفين الفوسفودايستريز انزيم ده ريسبونسبل على الديجريديشن بتاع السايكليك ام بي، فلما اعمل انهيبيشن للفوسفودايستريز انزيم السايكليك ام بي ده هيزيد، السايكليك ام بي ده هيعمل ايه؟ هيستيموليت البيتا البيتا ادرينرجيك ريسبتورز اللي هم موجودين في الهارت والبريفير، هيعمل بيتا ادرينرجيك ريسبتورز فبيعمل بريفيرال فازو دايلاتيشن. خلي بالكم البيتا ريسبتورز اللي هو بيتا 1 تعمل ايه؟ بريفيرال فازو دايلاتيشن وتعمل تاكيكارديا في الهارت. البيتا 2 دي اللي موجوده في السموز ماسلز في البرونكايت تعمل برونكو دايلاتيشن. اوكي يبقى الثيوفيلين من الدراجز اللي ليها افكت على مين؟ على الانزيمز. هتاخدوا وانتوا ماشيين في دراجز بتعمل افكشن على الانزيمز، منها الثيوفيلين اللي هو بيت الفوسفودايستريز انزيم، في عندكم الاورجانوفوسفرس والكربامات بتافكت الكولين استريز انزيم، وفي هتاخدوا الديجيتاليس. الديجيتاليس بيعمل افكت على صوديوم بوتاسيوم اتيباز انزيم، فبيعمل انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم انتري في الهارت. اوكي طيب الثيوفيلين توكسيستي بقى بيجي بكاركترستيك سيمتومز، خلي بالكم عشان تفرقوا بينه وبين ما هو ده سيمباثومايماتيك، يعني سيمباثومايماتيك توكسيستي. بس بيفرق ايه بقى؟ اول حاجه ان هو جاي باكيوت توكسيستي بيعمل انتراكتابل فوميتنج. اوكي بيبقى عنده تاكيكارديا او بيخش في تاكي اريثميا. ساينس تاكيكارديا بيبقى كومن وممكن فنتريكولار تاكيكارديا. اوكي يبقى عنده هايبوتنشن، يعني هو الثيوفيلين بيعمل تاكيكارديا وهايبوتنشن من الدراجز اللي بتعمل ايه تاكيكارديا اند هايبوتنشن، ومعاهم هايبرثيرميا بيعمل هايبرثيرميا. واي دراج بيعمل هايبرثيرميا لو انا ما عالجتهاش كويس هايبرثيرميا توصل ل 39 40 فوق ال 40 هيعمل لي رابدوميولايسيس. خلوا بالك بيعمل سيجرز، بيعمل كونفالجنز، وبيعمل ميتابوليك اسيدوزيس، ممكن يعمل ريسبيراتري الكروزيس عشان هو في الاول بيعمل سيميليشن ريسبيراتري سنترز هو والكوكين والانفيتامين، يعني هما ثلاثه ممكن يعملوا ميتابوليك اسيدوزيس. زائد بقى في بقى اللي هو ليه كمان بيعمل ايه بقى؟ البوتاسيوم يعمل هايبوكاليميا، يعمل هايبوفوسفاتيميا وهايبوماغنيسيميا، يعني بيعمل بيأثر بيقلل البوتاسيوم والماغنيسيوم والفوسفات بيعملهم هايبو، انما سوري بيعمل هايبرجلايسيميا. هايبرجلايسيميا خلي بالكم اي حاجه ليها سيمباثومايماتيك افكت، عارفين الكاتيكولامينز بتسود البلاد جلوكوز ليفل بيعملوا هايبرجلايسيميا، يبقى من الدراجز اللي بيعملوا هايبر جلايسيميا الثيوفيلين، ممكن الانفيتامين. اوكي طيب في حاجه في الانفستيجيشنز بقى لما بقى مهمه في بتاعه الثيوفيلين توكسيستي، ان انا لازم ده من الدراجز اللي لازم اعمل له سيرم ثيوفيلين ليفل. ليه بقى؟ لان الليفل بتاع الثيوفيلين في البلد ده هيقول لي وصل لسيفير توكسيستي ولا لا، ممكن اعمل له ادخله في اعمل له اكسترا كوربوريال ريموفال ولا لا. لازم اعمل الجلوكوز بلاد ليفل، اعمل له البوتاسيوم والصوديوم، اعمل له الاي بي جي اللي هو الارتيريال بلاد جازس عشان اعرف عنده ريسبيراتوري الكالوزيس او ميتابوليك اسيدوزيس طبعا، ولازم اعمل لهم اي سي جي. خلي بالكم ده ممكن ده الستاندرد ايه investigation في اي عيان توكسيستي، ده غير ان انا بعمل له ليفر وكيدني فانكشن تيست.
طيب هعالجه ازاي بقى العيان اللي جاي لي بيصير فيه التوكسيستي؟ انا قلت ان هو بيجي بانتراكتابل فوميتنج، وبيجي لي بيبقى عنده هايبوتنشن وعنده تاكي كارديا او سوبرا فنتريكولار تاكي كارديا، بيعنده سي ان اس ستيميوليشن او سيجرز. لو جالي في سيجرز وانتراكتابل فوميتنج، اول حاجه لازم اعالج السيجرز، اديله بنزو ديازيبين، اديله ايه فاليوم، احقن الدورم، اوكي بنزو ديازيبين. نمره 2 انا لازم اوقف الفوميتنج، فلازم اديله انتي ايميتيك دراج، لان هي الفوميتنج والهايبوتنشن هيدخله في ديهايدريشن، فلازم اوقف الفوميتنج الاول، وممكن يخش له في الكترولايت امبالانس، فاديله ميتوكلوبراميد اللي هو البريمبرين او اللي هو الزفران اسمه الاوندانسيرون، ده الزفران ده اللي بياخدوه في حالات اللي هي البيفور كيموثيرابي عشان يمنعه بريفنت الاميسز. اديله عشان الهايبوتنشن والديهايدريشن اديله انترافينوس فلويد وفينايل افرين، ممكن اديله بيتا بلوكرز بس وذ كوشس عشان ايه ما نعملش ايه فيرذر هايبوتنشن. كده ماشي. ده بالنسبه للثيوفيلين، ليه ممكن ينفعله اكسترا كوركوريال ريموفال؟ لو الثيوفيلين اعمل الجا ال امتى ليها؟ لو الثيوفيلين في سيفير توكسيستي، عنده سيفير الكترولايت امبالانس، ان السيرم ليفل بتاعه اكتر من 100 مايكروجرام بير ملي، والهيمو بيرفيوجن ينفع، الهيمو بيرفيوجن مور افكتيف عن الهيمو دياليسيس في الثيوفيلين. والثيوفيلين ده من الحاجات اللي هو بنستخدم فيها المالتيبل دوز اكتيفيتد شارب. اوكي ده بالنسبه لايه الثيوفيلين. نيجي كده انا خلصت السيمباثومايميتيك توكسيدروم، في اي سؤال فيه عشان ننقل للسيمباثوليتيك توكسيدروم؟ في حد عنده استفسار؟ ماشي اوكي. نيجي بقى ثوليتيك توكسيدروم، ده الاوبوزيت للتوكسي اللي هو سيمباثومايميتيك. ده بيعمل سي ان اس ستيميليشن، ده بيعمل سي ان اس ديبريسنت. الحاجات اللي بتعمل سي ان اس ديبريسنت دي الليسته اللي هي سيداتيف هيبنوتكس اللي هم البنزودايازيبينز والباربيتوريتس والنون بنز، الكحول اللي هو سواء ميثايل او اليسايل الكحول، هيدروكربونز زي كل الحاجات اللي هي من البتروليوم ديستيليتس اللي هم الهيدروكربونز زي البنزين والكيروسين، البيتا بلوكرز الاكزامبل ليها البروبرانولول، انتي كونفالزنس الحاجات اللي بتشتغل تعمل عشان تعالج السيجرز او انتي كونفالزنس، والاوبيويدز دي كلها سي ان اس ديبريشن. احنا هناخد السيداتيف هيبنوتكس الباربيتوريتس والبنزودايازيبين، الاثنين انا بقى ايه بقول انهم زي برضه اللي فيهم بوينت اوف سيميلاريتي وبوينت اوف ديفرنشيشن. اول حاجه الاثنين بنقسمهم الى شورت وانترميديت ولونج اكتنج اكوردنج تو الديوريشن اوف اكشن. الباربيتوريتس الشورت اكتنج الاكزامبل بتاعها اسمه السيكونال، والانترميديت الاميتال، واللونج اكتنج الفينوباربيتان اللي هو اليومينال. البنزودايزيبين في عندنا شورت اكتنج زي الليدازولام اللي هو الدورميكام، وفي عندنا الانترميديت الالبرازولام اللي هو الزاناكس، في كان في دوايين موجودين زي يعني ما بطلوا ينتجوهم اللي هو اللورازيبام والفلونيترازيبام، دول كانوا دراجز اوف ابيوز اللي هو روهيبنول ده الفلونيترازيبام، ومعروفين ان هم ديت ريب دراجز. لونج اكتنج اللي هو الدايزيبام او الفاليوم. في الباربيتوريتس اول ديفرنس ان في حاجه اسمها الترا شورت اكتنج باربيتوريتس اللي هو الثايوبنتال او البنتوتال اللي هو الانتروفال، وده بيستخدم في اناثيتيك ميديكيشن. البوينتس اوف سيميلاريتي هما الاثنين ليهم لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن، ما ينفعش وباوندر بروتين باوندنجز ما ينفعش فيهم الاكسترا كوربوريال ميثودز ما عدا الفينو باربيتون او الفينو باربيتال، ده بيبقى انهانسد اليمينيشن باي الفورسد الكالين دايوريسز، وممكن اعمل له بالدياليسيس. اوكي يبقى ده اول حاجه. ثاني حاجه هما الاثنين هاف ذا سيم ميكانيزم اوف اكشن، ان هما بياكت انهانس البايندينج اوف الجابا امينو بيوتيريك اسيد للريسبتورز بتاعتها جابا ريسبتورز في البرين. الفرق بينهم ان في حاجه اسمها البنزودايزيبين ريسبتور،
بنزودايزبين لها ريسبتور. لما البنزودايزبين تبايند البنزودايزبين ريسبتورز هتخلي الجابا يمسك في الريسبتورز بتاعته. لما الجابا يمسك في الريسبتورز بتاعته هيفتحوا حاجه اسمها كلورايد شانل. الكلورايد شانل دي هتفتح بتعمل لي هايبر بولاريزيشن للبوست سينابتيك نيورون. البنزودايزبينز بتخلي الكلورايد شانل بتوبن مور فريكوينتلي، يعني تفتح وتقفل مور فريكوينت. انما الباربيتوريتس بتفتح لونجر تايم. في كمان ده الميكانيزم اوف اكشن، في كمان ديفرنس بينهم ان البنزودايزبين ليها وايد ثيرابيوتيك اندكس. يعني ايه وايد ثيرابيوتيك اندكس؟ الفرق بين التوكسيك دوز والثيرابيوتيك دوز از لارج. اوكي، انما الباربيتوريتس الثيرابيوتيك اندكس مش لارج، فالبنزودايزبين سافر عن الباربيتوريتس. بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ الهيتمفاتوليتيك توكسيدروم اللي هو الكراش. بيعمل ايه الكراش؟ بيعمل كوما، يعني بيعمل سي ان اس ديبرشن، فبيعمل كوما. الار فور ريسبيراتوري ديبرشن، وبيعمل ار رابدومايوليسيز. ازاي يعمل رابدومايوليسيز وهم بيعملوا سي ان اس ديبرشن؟ خلي بالكم اي حاجه بتعمل سيفير هايبوكسيا، سيفير هايبوكسيا بتعمل رابدومايوليسيز. يبقى الرابدومايوليسيز بيعملها الهايبرثيرميا والسيفير هايبوكسيا والتروماتيك انجري. اوكي، بيعملوا كمان سلو بالس سلورد سبيتش، يعملوا هايبوتنشن هايبوثيرميا هايبوريفلكسيا. واللي بياخد بنز او بياخد بارب بيبقى عامل زي السكران، بيعمل اتاكسيا وسلور سبيتش، بيعمل انكوردينيشن. طيب ده بالنسبه الكلينيكال بيكتشر اوف اكيوت انتوكسيكيشن. الفرق بقى في الكلينيكال بيكتشر اكيوت انتوكسيكيشن، الكوما بتاع البنزودايزبين اول حاجه ان هي ما تبقاش ما بتوصلش للجريد 4 كوما، لا بتوصل لحد جريد 2 كوما اللي هي بيبقى ما فيش ريسبيراتوري ولا كارديو فاسكولار كومبرومايز. يعني البنزودايزبين ما بتعملش كارديو فاسكولار كومبرومايز except في اللي هو الميدازولام الوحيد اللي هو من البنزودايزبين اللي ممكن يسبب يسبب ديبريشن، يعمل ممكن يدخله في ده. اوكي، يبقى ده الفرق بين البنزو والباربيتوريتس. الكوما بتاعت الباربيتوريتس ممكن يدخله في سيفير ريسبيراتوري ديبريشن ويعمل ريسبيراتوري ديبريشن زيه زي الاوبيويدز، وانما وكارديو فاسكولار كولابس، انما البنزو لا كانه واحد نايم. يبقى ده بالنسبه لايه؟ البنزو دايزبين والباربيتوريتس في الكوما بتاعتهم. الاثنين ممكن لو هم عمل سيفير ريسبيراتوري ديبريشن في البنزودايز في الباربيتوريتس يعمل نان كارديوجينيك بالمونري ادينا. ان الباربيتوريتس كمان ممكن يعمل بولي فورميشن، بيعمل بولي فورميشن من الدراجز اللي بتعمل بولي زي الكربون مونوكسايد، ممكن يعمل بولي فورميشن. طب اعالجهم ازاي؟ بعالج سيمتوماتيك تريتمنت، ها بعمل سبورتيف كير. لو هو عنده سيفير ريسبيراتوري ديبريشن اديله اكسجين، مينتين بيتنت اير واي باسجز، وانهانس الاليمينيشن في حاله الفينو باربيتون بس. انما لو في سبيسيفيك انتيدوت للبنزودايازبين اسمه الفلومازينيل. بيشتغل ازاي؟ الفلومازينيل ده كومبيت مع البنز على الايه؟ على الجابا ريسبتورز عشان اوبن او يخلي الكلورايد شانل ديت ايه تشتغل. ده بالنسبه للفلومازينيل. الفلومازينيل ده ما ادهوش الا غير فيه لو انا متاكد ان هو اكيوت بايزن بالبنزودايزبين. ما ادهوش في الناس اللي كرونيك يوزرز، ما ادهوش في الناس اللي عندهم كونكورنت انجشن مع اذر سبستنس زي الدايسايكليك انتي ديبريسنت، لانه ممكن سيجرز لو انا اديتكم فلومازينيل. ما اديش في الناس اللي عندهم براير هيستوري اوف نون فيبرايل سيجرز، يعني الناس اللي عندهم ايبيليبتيك سيجرز، عندهم ايبيليبس. اوكي، وهو مش انديكيتد في كوما اتيولوجي، عكس النالوكزون. مش زي النالوكزون، النالوكزون ده سيف.
ممكن اديه كوكوما اوف نون انون ايتولوجي، انا مش عارف دي توكسيك كوما ولا ايه، ممكن اديله الكوما كوكتيل وفيها الايه النالوكزون، انما الفلومازينيل لازم اكون متاكد ان الكوما دي سببها بنزودايزبين وهو مش كونكوميد معاه، ما هوش دراجز ثانيه ولا هو كرونيك يوزرز. طبعا الديفرنشال دايجنوزس من الاذر سبستنس اللي بتعمل سي ان اس ديبريشن اللي احنا قلناها في الاول، الاوبيويد والكحول والبيتا بلوكس. اوكي طيب، في انا كده خلصت، في اي سؤال انتوا عايزين تسالوا فيه اللي انا قلته التوكسيدرومز تاني يا دكتور لو سمحتي؟ الحاجات اللي بتعمل رابيدو مايوليسيس، الرابيدو مايوليسيس اللي بيعمل حاجه بتعمل هايبر ثيرميا، خدي عندك الدرجز الاكزامبل الكوكين والامفيتامين. اوكي ممكن الثيوفيلين، خلاص كل الحاجات اللي بتعمل سيمباثومايماتكس، حاجات اللي بتعمل هايبوثيرميا سيفير هايبوثيرميا، ممكن اللي هي الباربيتوريتس، ها الكربون مونوكسيد. اوكي في التروما لو انتوا تفتكروا ان انتوا واخدين من الكومبليكيشنز بتاعه الوونز، في الوونز بيعمل اكيوت تروماتيك انجري، بيعمل اللي هو الكراش سيندروم، ما بيعمل رابدومايوليسيس. اوكي الانجري المسلز بتريليس المايوجلوبين في السيركيليشن. اوكي في حد عايز يسال حاجه ثانيه؟ طيب في حد عنده اي سؤال يا اولاد؟ دكتور ممكن حضرتك تبعت لنا الباوربوينت برزنتيشن؟ ما هو يا حبيبتي بينزل متسجل عندكم على البلاك بورد، هو اصلا يعني انا متسجل وبينزل عندكم على السايت بتاع الاسم في البلاك بورد، مش انتوا عندكم اكونت في البلاك بورد؟ اه طيب ما هو هتلاقيها، هتلاقي المحاضره على البلاك بورد. اوكي وانا هبقى اسال المسؤوله عن السايت بتاعنا ولو ما نزلتش هخليها تنزلها. اوكي يا دكتور، يا دكتور لو سمحت البريكوشنز الثاني بتاع الفلومازينيل ماله؟ الفلومازينيل ما ادوهوش الا غير لو اتاكد ان هو اكيوت بنزودايزبين، اكيوت مش كرونيك، كرونيك يعني لو واحد ماشي على بنزودايزبين. اوكي او يوزر او ابيوزرز يعني. نمره اثنين ان هو ما فيش عنده هيستوري اوف فبرايل نون فبرايل كونفالجنز، يعني ما عندوش ابيليبس، ان البنزودايزبين مش متاخده مع اذر دراجز زي مع ترايسايكليك انتي ديبريسنت. اوكي اوكي تمام ماشي. في حاجه ثاني؟ هو موجود عندكم في السلايد والله البريكوشنز بتاعت الفلومازينين، واعتقد انها عندكم في الكتاب. في اي سؤال تاني يا اولاد؟ اوكي ثانك يو فور يور اتندنس، وانا مقدره ان انتوا يعني انا عذركم ان انتوا حاضرين ثلاث محاضرات ورا بعض، فلو عايزين ان شاء الله عندنا محاضره يوم السبت في الاسم ان شاء الله باذن الله. ثانك يو فيري ماتش، شكرا لحضرتك يا دكتور.